الجو كتير مناسب للسينما، خلونا نروح. دايما العشاء بيروحوا لهنيك. هاندا العادة الدائمة انه العشاء يروحوا لحالهم. بس انا لازم اكون بالبيت بعد شي ساعة. يا الله، المشكلة ما في افلام طولة ساعة. شو نعمل هلا يا ترى؟ نروح على بيتي؟ فكرة كتير حلوة. انا رح اتصل هلا بالبيت مشان يجهزوا لنا شي. يلا. ما بعرف منين طلعوا لي بقصة هالضيوف هلا كمان. صحيح انت ما اخذتي اجرتك لما رحتي، جانان خان وتركت لك الظرف هنيك، لا تنسي. ايه مزبوط، هذا اللي صار، طلعت مستعجلة ونسيته. رح يجوا الضيوف، انت خلصتي شغلك ما هيك؟ ايه خلصت كل شيء، رح لم الاغراض بس وامشي. منشان ما يحكوا شيء عن نظافة البيت. ايه ماشي رح لمهم اوامر. يعطيكي العافية. شكرا. ليش تأخروا هدول؟ يمكن راحوا على مكان تاني. ها ليكن وصلوا. يلا. يلا انا بخاطري. مع السلامة زهرة خان. يلا انتوا تفضلوا على الصالون، انا رح شوف المطبخ وارجع. كتير حلو هالبيت، كأنه صاير جوات الغابة. دخيلك لما بيكون دائما قدام عيونك ما بيضل له اي معنى. صحيح، الانسان دائما بيحب اللي ما بيقدر يوصل له، وهالشي بينسيه اللي قدام عيونه. شو رأيكم نشرب قهوة مرة تانية؟ طبعا. ماشي. وانت؟ قهوة رح ساويها فورا. انت كتير بتشبهي امك. الحقيقة انا بشبه بابا اكتر من ماما، بس ما في عندي غير صور الطفولة معه، لانه فقدته لما كان عمري 3 سنين بس. زعلتيني كتير. وقفي لا ترجعي، شوفي لسه عنا صور هون أحلى فيكي تشوفيها إذا بدك. حلوين؟ هاي ذكرى حلوة كتير، مثل نفق الزمن. ما كنت بعرف إنه من زمان بتعرفوا بعض. يلا تعالي نقعد. إيه نحن بنفس المستوى، والتقينا وتعرفنا على بعض. مع بعض؟ انت يا ريت ما تردي عليهم ابدا، لانه عم يتمقلسوا على كلامي. الجماعه شيء مهم، وهي مو بس مثل ما بتظهر بالمجلات، الافتتاحيات والعزايم، يعني مو بس هيك القصه. اراء الحياه الموحده والافكار الموحده، هدول هن اهم شيء. فكرة انه البرجوازية بتركيا لساتها موجودة.
الاتراك البيض وكمان طبقه الكريمه. بس هالشي مو ذنبها هي، عم يصير هيك بسبب مجلات المجتمع المخملي. حبيبه قلبي انت غالي علينا. ما فيك تنزل الجماعه على مجلات المجتمع المخملي كوراي. وانا كمان رايي من راي هاندا. في بكل العالم شيء اسمه الفوارق الطبقيه، وما فينا ننكر هالشيء ابدا. فوارق طبقيه، بالنتيجه كل واحد له هويه. نحن مننتمي لاماكن مشتركه، وعنا كمان ذوق مشترك، وعنا عائلات متشابهه وطريقه عيش مشتركه، ما هيك؟ على كل، انا رايحه. ما صار ساعه كامله، بيكون في زحمه على الطريق. لكن رح وصلك. لا انا ما بدي اقطع حديثكم، يعني الفوارق الطبقيه والجماعه وهذا الحكي، هالمواضيع اللي بتهمكم. انا رح اطلب لك تاكسي. وانا حدك ما بعرف شو بصير فيني. مو كنتي عم تطلعي على الطبيعه؟ ايه انا كان فيني اطلع فيكي ساعات طويله وما من منك. ما حدا رد بمكتب التاكسي. ايه مو مشكلة، رح اوقف تاكسي من الشارع. بهالوقت ما بتلاقي تاكسي، انا فيني وصلك. لا ما في داعي، لا انا بروح لحالي. لا بقت عقدية فريحة، اكيد اهلك ما رح يزعلوا لانك طلعتي بسيارة رفيقتك، مو هيك؟ ما دخلن اهلي ابدا، وما في داعي للرسميات والمجاملات الزايدة. بخاطركن خليكم مرتاحين. مع السلامة. مع السلامة. هالبنت ما بينفع معها الخير ابدا. خير شو؟ ما عندك خير هاندا. لما قلت لها رح وصلها ماتت من الرعبه، اذا عائلتك لهالقد مجانين فيها تنزل على راس الشارع كمان، شو فيها مشكله؟ شو بلشتي هاندا؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.